بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله طلاب الصف العاشر في الدرس 30 على طبعا من دروس أحكام التجويد والتلاوة، طبعا تطبيقي اللي هو من سورة الأعراف. طبعا قبل البدء بالدرس تحدثنا في الحصة الماضية عن يوم حنين وكيف بدأت يوم حنين من دروس وعبر، وهي استعدادات المسلمين للمعركة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج لملاقاة هوزان وثقيف خارج مكة. وكذلك تحدثنا عن خطة هوزان ومن معها، وتحدثنا أيضا عن كيفية بدء القتال ونصر المؤمنين في المعركة، وأيضا تحدثنا عن فتح الطائف. اليوم راح نتحدث أو راح نقوم بالتطبيق، تطبيقات على الوقف. طبعا الوقف اللي مر معنا اللي هو الوقف الاختيار التام، والوقف الاختيار الكافي، والوقف الاختيار الحسن، والوقف الاختياري القبيح. وكذلك تحدثنا عن الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن والوقف القبيح. اليوم راح نقوم بالتطبيق وتلاوة بعض الآيات من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. طبعا وما أرسلنا من قرية من نبي، وما أرسلنا في قرية من نبي، طبعا هون نوقف عند وقف يسمى وقف اختياري، وقف اختياري حسن. وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. نلاحظ وهم نائمون، هذا يسمى وقف اختياري حسن، وقف اختياري حسن. أوامن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. القوم الخاسرون، طبعا هون وقف سمى وقف اختياري تام، وقف اختياري تام. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. صدق الله العظيم. طبعا هذه الآيات حبايبي مطلوب منا نقوم بتلاوتها مراعيا أحكام التجويد والتلاوة. نأتي إلى اللي هي أتدرب استخرج من الآيات القرآنية السابقة مثالا واحدا على كل مما يلي. الوقف الاختياري التام كما قلنا إلا القوم الخاسرون. الوقف الاختياري طبعا لعلهم يضرعون. الوقف الاختياري الحسن وهم نائمون. الوقف الاختياري القبيح وما أرسلنا من قرية في قرية من نبي، هذا يسمى وقف اختياري قبيح.
طيب السؤال الثاني، أبين نوع الوقف في الكلمات التي تحتها خطف الجدول الآتي. قال الله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. طبعا هون وقف قبيح، وما أرسلنا من قرية من نبي إلا أخذنا، إذا وقفنا هون قبيح السبب التعليل، لأن قد يختل معنى الآية القرآنية الكريمة. الآية بعديها قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الوقف هو الوقف حسن، لو وقفنا يعني بركات من السماء والأرض، إذن ما فيها شيء، وقف حسن لأن لا يختل معنى الآية القرآنية الكريمة. قال الله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. طبعا وقف تام بمعنى تمت الآية ومعنى الآية القرآنية كاملة. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بما بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نرجع إلى المصحف الشريف إلى سورة المائدة، ثم تقوم باستخراج ما يلي. أول شيء تقوم بتلاوة الآيات من 97 إلى 108 مراعيا ما تعلمته من أحكام التجويد والتلاوة، اللي هو الوقف التام والكافي والحسن والقبيح، بالإضافة للأحكام الأخرى التي تم أخذها أيضا معك في صفوف يعني سابقة. الآن استخرج من آيات القرآن الكريم السابقة مثالا على واحد مما يلي. طبعا هذا مطلوب منا واجب في البيت، اللي هو الآيات من سورة المائدة تستخرج منها. قم باستخراج وهي وأن الله بكل شيء عليم، وأن الله بكل شيء عليم، وإلى الله مرجعكم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا حبايبي هذه الأسئلة أنا مش مطلوب منك واجب، بس المطلوب منك تطبيق وتقوم باستخراج من الآيات السابقة. طبعا اللي هي كما قلنا سؤال التدرب صفحة 132، وتقوم بتلاوة هذه الآيات كما قلنا تلاوة مراعيا أحكام التجويد والتلاوة من سورة المائدة والآية أيضا من سورة الأعراف. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.